وازاي حضرتك بتعالج المريض اللي بيعاني من انزلاق غضروفي؟ اوكي، هنا حضرتك مريض الانزلاق الغضروفي ده عامه بيكون بيشتكي من الام في الظهر، بعد كده الغضروف ده لما بيتحرك بيضغط على اعصاب الرجلين. العيان ده كاركترستيك كل المرضى ممكن تكون عارفه، بيشتكي من وجع في الظهر نازل للرجلين، فخده والسمانه، ممكن يبقى معاه تنميل، في بعض العيانين بيحصل فيه ضعف في الحركه. بعد ما نمر من مراحل العلاج التحفظي كلها، هنيجي بقى هنا نتكلم على تداخلات محدوده ليطلع عرضنا الصوره. هنا هتبين الفرق في الفتحه بين جراحه الجراحه العاديه وجراحه المنظار. السهم البيض دول بيشاوروا على العيان كان عامل كده على جراحه منظار، ده طول الجرح. بعد كده حصل له ارتداد للغضروف، فعملنا له من فتحات المنظار فتحتين الصغيرين دول، فده بيبين قد ايه الفتحه بتبقى صغيره لو جينا عملنا جراحات المنظار. في برضه فيديو يعرضه لنا ده هيبين ازاي بنقدر نشيل الغضروف بالمنظار، لان ممكن الناس تستغرب ازاي الفتحه دي ممكن نقدر نشيل منها كل فعلاً. حاجه. طيب نشوف الفيديو. ولان فعلا الموضوع حساس قوي يا دكتور وعميق ودقيق زي ما احنا شايفين. طبعا على قد ما حضرتك شايف الفتحه صغيره، قد ما الصوره كبيره جدا جوه متكبره بتبقى 15 20 مره عشان الجراح يعملها بدقه. ده الغضروف واحنا بنشيله. اتفضل يا دكتور. يعني دي متكبره يا دكتور، يعني حضرتك بيبقى شايف داخل غرفه العمليات نفس الصوره. ده اللي انا شايفه، لان ده مونيتور بيبقى معروض لي في العمليات جوه. يعني انا مش بشوف جوه بيتنقل لي من العدسه بتاعه المنظار للشاشه لشاشه خارجيه زي شاشه الكمبيوتر او التلفزيون. بنكمل تفضيه الغضروف بالكامل. وده بيبقى الجرح بعد العمليه اللي ظاهر لنا دلوقتي. والموضوع بيكون خلص على كده. لا، والفتحه بسيطه جدا والعمليه او الجراحه دي يعني شديده الدقه زي ما انا بقول. طيب بالنسبه لضيق القناه العصبيه، المشاكل دي يا دكتور بتواجهها ايه وطرق العلاج برضو؟ ضيق القناه العصبيه بنعتبرها من اكتر الامراض اللي بتحتاج قرارات، يعني نقدر نقول قرارات حكيمه شويه. بمعنى ايه؟ ضيق القناه العصبيه، القناه العصبيه دي هي ايه؟ هي فتحات في الفقره فوق الثانيه فوق الثالثه بتشيل الحبل الشوكي اللي نازل من الراس لغايه تحت في الجسم عشان يغذي الجسم. المفروض الحبل الشوكي، القناه العصبيه دي ليها مقاسات، في بعض الحالات بيحصل فيها ضيق. بيحصل ازاي؟ عباره عن ترسبات وتكلسات بتترسب جوه القناه العصبيه، فتضيق على الاعصاب المساحه اللي ربنا مديها لها. المريض ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من الام في الظهر، بعد كده لما يجي يمشي يحصل تنميل في رجلين، رجليه بتتقل عليه، بيضطر في نص المشوار ان هو يقف يريح شويه، ويفضل ان هو يقعد، بعد كده ان هو يكمل المشي. كتير بنلاقي العين دول بينحنوا لقدام وهم ماشيين، وبعدين يقول لك ايه حاجه يعني كاركترستيك جدا، يقول لك انا كل سنه المشوار اللي بمشيه اقصر من السنه اللي قبلها، وبيتعب بتهيألي اكتر كمان. طبعا احنا شايفين الصوره. الفكره ان الموضوع ده بيحصل في اكتر من فقره. فطبعا ده يفرق معايا جدا لو انا هعمل عمليه دي بالبنزار ولا بالجراحه. الجراحه على الناحيه الشمال لو شايفين ده الحبل الشوكي في الجراحه. البديل ليه في الشاشه اللي على النص اللي هي الفتحات الصغيره جدا. انا عملت من الفتحات ديت نفس العمليه اللي عملناها ونفس النتيجه يمكن احسن كمان. اللي على اليمين ده الحبل الشوكي بقى بالمنظار اللي احنا شايفينه على الشاشه الشمال، هو بس اليمين شايفاه قد ايه متكبر، هو ده الصوره بالمنظار.